جنبي هنا تحفة تاريخية بكل المقاييس، الدرج العظيم اللي تم افتتاحه أول ديسمبر الشهر اللي احنا فيه ده، تم افتتاحه ضمن إطار العرض التجريبي أو الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير. عايز أقول لكم أن كل الزوار اللي موجودين هنا النهاردة سواء مصريين أو أجانب منبهرين جدا بالدرج العظيم وبتفاصيله وبالتماثيل اللي فيه وبالترتيب وبالحكاية اللي بتتحكي واللي بيشعر بيها كل زائر موجود في المتحف المصري الكبير، حكاية أجدادنا المصريين وحضارة عمرها آلاف السنين. هتكلمنا أكتر عن العرض المتحفي وكم قطعة بقى أثرية نتوقع أن احنا نشوفها في المتحف المصري الكبير وقت الافتتاح إن شاء الله، والطريقة اللي بيعرضوا بيها وسيناريوهات العرض والتكنولوجيا، لأن بالمناسبة أنا ملاحظة هنا أنه في المتحف المصري الكبير في حرص كبير قوي على استخدام التكنولوجيا والوسائل الجديدة والمتطورة والعصرية في العرض، وده اللي جاذب زوار كتير حتى من ضمنهم الأطفال وصغار السن، وإحنا من ساعة ما وصلنا وعمالين نشوف طلبة مدارس حتى جايين بيزوروا وبيتفرجوا على المتحف المصري الكبير، كل ده وإحنا لسه في إطار العرض التمهيدي أو التجريبي أو التشغيل التجريبي. دكتور منى نعمان أهلا وسهلا بحضرتك، مدير العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، منورانا على شاشة المحور. أهلا وسهلا بقناة المحور وفي المتحف المصري الكبير، منورنا وإن شاء الله العرض بتاعنا ينال إعجابكم إن شاء الله. جدا، تعالي نبدأ الأول بالدرج العظيم لأنه حاجة مبهرة جدا وده أجدد حاجة دلوقتي في المتحف. الدرج العظيم هو نوع من أنواع العرض المختلفة بالنسبة لقاعات العرض في المتحف، هو زي ما حضرتك شايفة مجموعة من السلالم بتؤدي في النهاية لواجهة زجاجية بتنتهي بفيو جميل جدا على أهرامات الجيزة، وبعد كده الزائر بيقدر إن هو يستكمل الزيارة إن شاء الله في الافتتاح الكامل إن شاء الله للمتحف ويدخل لقاعات العرض الرئيسية بتاعتنا، منها قاعة عرض توت عنخ آمون هتبقى على ناحية اليمين وقاعات العرض الرئيسية لناحية الشمال. بالنسبة للدرج العظيم وسيناريو العرض عامة في المتحف، إحنا دايما بناخد قصة في السيناريو، يعني مش مجرد ان الكوليكشن بيتوزع اكوردنج للتايب بتاعه او للماتيريال او للنوع او كده زي ما كان متداول زمان، لكن احنا بنحاول ان احنا نحكي قصه حكايه. بالظبط زي ما حضرتك طبعا شايفه المساحه العظيمه بتاعه المتحف وارتفاعات الاسقف، فكان الهدف من الدرج العظيم ان هو يبقى بدايه بتؤهل الزائر ان هو يمشي معانا في القصه اللي هيقابلها بعد كده في القاعات. وطبعا كان اختيار القطعه الاساسيه بتاعتنا انها تكون كبيره الحجم فتقدر تتلائم مع الشكل المهيب للمتحف ومع ارتفاع الأسقف وحجم السلالم. الدرج العظيم بيتكون من 108 درجة أو سلمة ومساحته حوالي 6000 متر مربع، بيشتمل على 61 قطعة أثرية لمختلف الملوك. هو بيعرض السيمة الأساسية أو الموضوع الأساسي للمتحف وهو الملكية، بينقسم لأربع موضوعات، كل ما الزائر بينتقل لمرحلة في الدرج بيبقى بيستعرض قصة جديدة. كأنه الدرج دوت ترتيب هرمي معين. بالظبط. ففي أول قصة بنستعرض الهيئة الملكية، يعني هم الملوك في مصر القديمة دايما كان ليهم بعض الرموز والأشكال اللي بيتخذوها سواء في المناظر الخاصة بيهم أو في التماثيل، دي استمرت معايا طول الحضارة المصرية القديمة. يعني حتى لما جالي جنسيات مختلفة أخرى كانوا بيتخذوا نفس الهيئة اللي بيتخذها المصري القديم. من العلامات الملكية أو الهيئة الملكية مثلا العصيان أو الصولجانات اللي بيمسكها الملك في يديه، المذهبة دي اللي شكلها رائع والمذبة علشان يقول إن أنا بسيطر على البلاد، إن أنا ملك قوي بأخضع أعدائي وبقدر إن أنا أنشر الرخاء والثراء في البلد. وطبعا الأحجار المختلفة خصوصا الأنواع الصلدة اللي استخدمها بعض الملوك في نحت تماثيلهم بتدل قد إيه فتراتهم كان فيها ثراء، يعني لما نلاقي تمثال بالحجم ده مثلا منحوت من الجرانيت أو البازلت، فده طبعا كان بيعبر عن المهارة الفنية للصانع المصري وكمان عظمة الملك ده، وان هو ازاي مثلا ملك زي رمسيس الثاني ان هو ازاي كان بيروح للمحاجر في إليفانتين او في أسوان علشان يجيب الأحجار اللي هينحت منها التماثيل الخاصة بيه. طبعا الرموز الثانية زي التيجان، تاج الشمال وتاج الجنوب او التاج المزدوج اللي من خلاله بيقول الملك انا بسيطر على مصر الكافة سواء شمالها او جنوبها. قرص الشمس اللي دايما بيزين التاج الملكي علشان يرمز للمعبود الشمس راعة، او مثلا الرموز الملكيه اللي بترمز برضو لان هو ملك عادل بيشيع العداله في الارض زي ريشه العداله ماعت. طبعا هنلاحظ ان الملوك المصريين القدماء كانوا دايما بيبقوا مهتمين قوي ان هم يظهروا ويبرزوا الرموز دي في تماثيلهم، زائد كمان نقوش باسامي او خراطيش الملوك علشان نقول اساميهم ايه للشعب. طبعا رسمتيلي صور وحضرتك بتتكلمي صور جميله، يعني هي دي الفكره دايما اللي احنا بنحاول ننقلها للزائر ان
الأثر مش مجرد قطعة حجرية أو خشبية أو غيره من المواد المختلفة، لكن هي وراها مغزى، وراها هدف، وراها قصة. يعني مثلا بعض التماثيل هنلاقي عليها أكتر من خرطوش لكذا ملك، لأن كان في فترة من فترات مصر القديم بيعيد استخدام الآثار للملوك اللي سبقوه، فهتلاقي كذا أسرة أو كذا ملك خرطوشهم موجودة على نفس التمثال. أحيانا كان بيبقى فيه قلائل مثلا أو بعض المشاكل في البلاد، فعلشان الملك يقول إن أنا بسيطر على البلاد وبخضع الشعوب المجاورة ليا، هتلاقي مثلا ماسك التمثال في على القاعدة بتاعته تحت أقدام الملك، مصور لي حاجة اسمها الأقواس التسعة اللي بترمز لأعداء البلاد، فهو بيطئهم بقدمه كأنه بيسيطر على أعداء كده، هو مسيطر على الأعداء ويستتب الأمن في البلاد. فكل حاجة من دي بتبقى ليها رمزية عند المصري القديم، بيحاول بيها إن هو يثبت دايما قوته وسيطرته، وإن هو ملك ناجح قدر إن هو يحكم شعبه بقوة. زائد بقى لما أتنقل للموضوع التاني في الدرج العظيم، هلاقي الملك إزاي دايما كان بتصحبه المعبودات المختلفة. يعني اللي كان بيشكل فكر مصر القديم دايما هو الديانة والمعبودات المختلفة، الآلهة واللي كنا بنتابع دوت حتى في كتب التاريخ، أمون، راع، حتحور، الآلهة المختلفة، كل واحد منهم كان ليه رمزية عند مصر القديم، وكل معبود كان ليه السلطة بتاعته ساعات كمان في إقليم محدد. فطبعا الملك وهو بيتصور مع المعبودات المختلفة، أحيانا كان بيبقى فيه فترات بيبقى فيه معبود رسمي للبلاد، وأحيانا كان بيبقى المعبود الأكثر شعبية طبعا زي الإله راع والمعبود أمون وغيره. فبنلاقي تماثيل للآلهة مع أو المعبودات مع الملوك بأشكال مختلفة، طبعا دي تم العثور عليها في معابد كتيرة في مصر، في أنحاء مصر جميعا، فبرضو من خلالها بيثبت الملك شرعيته على الحكم، وأنه هو كان مختار من الآلهة بالضبط، لأن هو الملك في مصر القديمة، في مفهوم مصر القديم هو رمز الإله على الأرض. بالنسبة للموضوع الثالث أو لما بوصل للدرج في المرحلة الثالثة عندي، طبعا أنا دلوقتي الملك كان بيقيم كثير من المعبودات والعناصر المعمارية الكثيرة جدا، مش مقابر بس، فترة زي فترات الدولة الحديثة كانت بتتميز بالمعابد الضخمة جدا اللي بنشوف فيها ناحية هندسية ومعمارية عند المصري القديم متميزة، ناس كتيرة بتقف قدامها بتقول يا ترى الحاجة اتبنت ازاي. صحيح. يعني بتثير تساؤلات عديدة. فطبعا في مجموعة من العناصر المعمارية بنستعرضها هنا، برضو هي عناصر ملكية بتوريني الملك ازاي مثلا كان ممكن ينقش قرص الشمس المجنح علشان يقول ان هو في حماية اله الشمس، او مثلا بيزين جبهته الصل الملكي او تعبان الكبرى اللي بيبخ السم في وجه الاعداء. فكل الرمزيات دي بنحللها عن طريق الدرج العظيم لحد ما نوصل لاخر مرحلة او اخر درجة كبيرة بنشوف فيها الرحلة الابدية للملك المتوفى. ازاي كان المصري تحنيط بقى بيحافظ على جثمان الملك المتوفى علشان يقدر يستكمل رحلته في العالم الآخر من خلال التوابيت المختلفة، إزاي كان بيقدم القرابين في المقاصير، والرموز دي كلها طبعا كمان بتفتح لي الفيو لجبانة الجيزة اللي هي يمكن من أكثر المناطق الأثرية شهرة في العالم أجمع، ونقدر نشوف أهرامات الجيزة ونشوف التوابيت، فنفهم فكرة مصر القديم إن هو رحلته في الآخر للعالم الآخر عن طريق حفظ جثمانه وعن طريق رحلته وسط الآلهة. وده يمكن أكبر سر في الحضارة الفرعونية. ده حقيقي ده السر دايما اللي حير كل الناس والعلماء دايما كتب فيه كتب وتحكى عنه أساطير، يعني كل الأسرار دي طبعا المصري القديم أبدع فيها بصراحة. طيب ده الدرج العظيم، لكن احنا بقى منتظرين آلاف القطع الأثرية الجديدة اللي هيتم فتحها للزوار المصريين والأجانب ولكل مكان في العالم أول ما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، بنتكلم عن كم قطعة؟ طيب خلينا نقول ان المتحف الكبير مش بس مجرد الكوليكشن المعروضه. يعني في المخازن الاثريه الخاصه بالمتحف مجموعه كبيره جدا من الاثار، ممكن توصل ل 50,000 قطعه اثريه، طبعا ده استعدادا للمعارض المؤقته اللي هتقام ان شاء الله بعد الافتتاح والفعاليات المختلفه. لكن اللي موجود في العرض حاليا احنا معانا في الدرج العظيم زي ما قلت 61 قطعه، وطبعا بيسبقوا البهو العظيم برضو في بعض القطع الاثريه زي تمثال رمسيس الثاني وتماثيل من الاثار الغارقه لملك ملكة بطلميين وعمود الملك ميرنبتاح اللي بيسجل انتصاراته العظيمة، وعشر تماثيل للملك سنوسرت الأول من الأسرة الاثناشر. في القاعات الرئيسية عندنا حوالي 14,000 قطعة أثرية، في قاعة الملك توت عنخ آمون فوق 5,000 قطعة أثرية اللي بتعرض كلها مجمعة لأول مرة في المتحف المصري الكبير. حضرتك قلتي لي مفهوم أو فلسفة مهمة جدا، وهي أنه الفكرة مش
عرض مجرد يعني قطع أثرية أو ترصيصها كده زي ما احنا تعودنا في الثقافة بتاعتنا أو زي ما معمول بيه في دول كثيرة في العالم. الفكرة هي في القصة أو في الحكاية، عشان كده عايز أسأل حضرتك عن سيناريوهات العرض، هتعرضه ازاي؟ هو في توت عنخ آمون احنا برضو بنمشي مع نفس الحكاية، القصص زي الدرج العظيم. معنا 5 موضوعات أساسية. أول حاجة بنحكي الاكتشاف، المقبرة وتاريخ الاكتشاف طبعا، وإزاي المقبرة تم العثور عليها. الناس دايما بتستغرب إن إزاي كم القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون دي كانت محطوطة في مساحة صغيرة جدا في مقبرة توت عنخ آمون. بنوريهم من خلال نموذج بمقاس 1:1 يعني بنفس قياسات المقبرة الحقيقية. وبنوريهم بالماتيريال الأركايفال بتاعتنا والصور الوثائقية إن إزاي القطع دي كانت محطوطة ومكدسة جوه المقبرة، وبعد كده لما بيشوفها اتفردت من خلال القاعات. يعني آثار توت عنخ آمون معروضة في مساحة 7000 متر مربع. 7000 متر؟ يعني وصدقيني احنا لو نقدر كمان كانت تبقى المساحة معقول، لان القطعة فريدة جدا متميزة قوي. من حق كل قطعة ان هي تاخد مساحتها بتاعتها، الزائر يقدر يستمتع بيها. طبعا احنا عاملين ده يعني محققين مساحات كافية حوالين الفاترين، ومحققين كمان مناضد اتاحة وميديا وعن طريق التاتش سكرينز ان يقدر الزائر يعرف كمان ما وراء القطعة او القصة. لا خليني اسألك عن النقطة دي، لان انا ملاحظة انه في اهتمام خاص بموضوع التكنولوجيا. حقيقي. حتى العرض بتاع توت عنخ آمون كأنه احنا يعني في شاشة او قاعة سينما، شاشات عرض رهيبة، احدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة، حاجة مبهرة جدا استخدام كل التكنولوجيا. ايه الاطر والمحددات والعوامل اللي حطيتوها بقى في الاعتبار؟ هي التكنولوجيا طبعا ايه بنقول دايما سلاح ذو حدين، يعني هي بتنفعنا في ان احنا بنكمل قصة العرض. لو في جزء انا مش قادرة ابينه بالقطع الاثرية اللي معايا فانا بكمله بالتكنولوجيا والميديا. لكن في نفس الوقت ما تطغاش على الجانب التاريخي الأثري. لان معظم يعني الزوار جايين يشوفوا الاثر نفسه، لكن انا بكمل لهم الحدوته وبعمل لهم زي انتربريتيشن او تفسير للقطعه من خلال الميديا دي. الميديا كمان مهمه والتكنولوجيا مهمه للشباب الصغير، يعني احنا مستهدفين دايما ان احنا نجذب الشباب، هم دايما هيبقوا همزه الوصل ما بين الماضي والمستقبل. فعلشان يحافظوا على تراثهم وينقلوا للاجيال القادمه لازم يبقى في حاجه بتمتعهم، يعني يقدروا ان هم يستمتعوا وهم في الزيارة، ما يبقاش الموضوع مجرد وثائقي معلومات فقط. لازم يبقى فيه تفاعل، لازم يبقى فيه انتراكشن ما بينه وما بين المعلومة اللي بتتقدم. فطبعا التكنولوجيا والميديا بتساعدنا في ده. احنا في القاعات الرئيسية وفي قاعة توت عنخ آمون بنستخدم كذا وسيلة، منها زي ما ذكرت لحضرتك شاشات اللمس، منها افلام مسجلة، وطبعا مع العرض، وطبعا عندنا برضو اكسبيرينس تانية في قاعة منفصلة للواقع الافتراضي او الواقع المدمج، بتقدم لي برضو قصة تاريخية جميلة قوي. وفي نفس الوقت الحاجات اللي بتيجي في العرض المؤقت زي التجربة الموجودة دلوقتي في المتحف الخاصة بالملك توت عنخ آمون الاميرسيف اكسبيرينس، هي بتدي احساس للزائر ان هو مغمور جوه التجربة. يعني هي التاريخ كله والانتراكشن محاط بيه من جميع قاعد شايف توت عنخ آمون جنبه حاسس بيتكلم معاه وبيحكي له قصته، فيبتدي ان هو يستمتع بالتجربة دي بحواسه كلها سواء البصر او السمع او غيره. طيب في برضو حاجة تانية، لانه الجانب بقى الشخصي، حضرتك موجودة هنا من سنوات في المتحف، شعورك ايه؟ وان شاء الله ان شاء الله رحلة تقترب من الخروج بقى للنور بكامل تفاصيلها والافتتاح النهائي. ده شعور لا يوصف الصراحة. انا بشتغل في المتحف من سنة 2010، فطبعا تتبعت المراحل كلها بتاعت المتحف من البداية خالص. طبعا حضوري الانشاءات من البداية ونقل الاثار وترميمها، ويعني احب طبعا اشكر واحيي جميع فريق العمل في المتحف المصري الكبير، مش عايزة انسى فيهم حد، واخص بالشكر كمان ادارتي، ادارة العرض المتحفي. طبعا المراحل المختلفة اللي مرينا بيها وتنقية القطع واختياراتها بناء على سيناريو العرض اللي احنا حطيناه برضو، والميديا والجرافيك ومراجعتها، يعني اقول لحضرتك كنا بنراجع كلمة كلمة وحرف حرف في الحاجة. لما ببتدي اشوف الزائر وهو جاي يشوف زي مثلا الدرج العظيم ده مفتتاحه دلوقتي، وبشوف الناس ازاي بتتفاعل، الانطباعات رائعه، انطباعات طبعا جميله جدا. وببسط قوي كمان لما الاقي الجيل الصغير والاطفال مبسوطين وبيدوروا على المعلومه، يعني ان هم يقفوا يقروا بطاقه شرح او يقف يشوفوا حاجه في شاشه او كده ويسالونا كمان اسئله، يعني ممكن يخلي المرافق اللي معاه في الجوله يدور على اجابات هو ممكن ما كانتش جايه في باله يعني. وندور ونتواصل مع الزائر وندي ردود المعلومات دي، طبعا شعور ده في حد ذاته مكسب وانجاز كبير جدا، انه الاطفال او في السن الصغير ده يرتبطوا بتاريخهم ويبقى عندهم الوعي بقد ايه حضارتهم عظيمه. ده في حد ذاته شيء مكسب لا يقدر بتاريخهم.
الثمن. ده حقيقي. كمان هما بيوصلونا يعني بيمثلوا شكل من أشكال الدعاية. يعني لما بنلاقي ناس بتاخد صور على الدرج العظيم وفي مدخل المتحف وغيره وبتحطها على وسائل التواصل المختلفة، فبالتالي الناس بتبتدي تتساءل، طب أنا ممكن أجي، ممكن أشوف، طب إحنا هنشوف إيه، طب فبقى في شغف عند الناس كلها. وده الهدف الأساسي للمتحف الكبير بصراحة، إن إحنا بنقول إحنا صرح ثقافي مش مجرد متحف. مش عايزين نبقى بالفكر القديم ان هو مجرد الزائر بيجي يستطلع القطع، لا هو هيجي يدينا هو كمان معلومة يساعدنا. لازم يبقى فيه دمج مجتمعي وثقافتنا تبقى مدموجة معانا في المتحف. بيتوجه له مختلف الأنشطة هنا في المتحف سواء للأطفال أو الكبار أو غيرهم. بيبقى فيه أجندة فعاليات لازم المواطن المصري يشارك فيها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا.